السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. سؤال ده وسؤال مهم جدا، وأنا بصراحة حبيت أجاوب عليه لأن أنا الشكوى دي تقريبا بسمعها كل يوم في العيادة. طفل عنده فرط حركة، طفل عنده تأخر في الكلام، طفل عنده سمات توحد، طفل عنده ضعف في النشاط الذهني، طفل عنده أي مشكلة من المشاكل الذهنية والسلوكية، بيتابع في مركز من مراكز التخاطب، وللأسف بيتقال له اوعى تاخد أدوية، أدوية دي سمن قاتل وما ينفعش تاخده، ويبعد خالص عن أي أدوية. للأسف الكلام ده غير سليم. والكلام ده مشكلته الأساسية فين؟ مشكلته الأساسية للأسف إنه بيضلل الأهالي. ياما نحكي لحضراتكم قصص أهالي كتير اللي قعدوا 3 سنين مع مراكز التخاطب و4 سنين و5 سنين، ودايما دايما دايما أنا بقول قاعدة كاملة تماما، اي شخص يعني كان الشخص ده كان دكتور، كان اخصائي تخاطب، كان يعني مديريه حضانه، اي حد هيقول لحضرتك انا لوحدي هساعد ابنك واخليه زي الفل، الشخص ده غير امين على الطفل وغير سليم بصراحه، وللاسف كلامه غير سليم بالمره. يا فندم، اي طفل عنده ضعف في النشاط الذهني، عنده مشاكل سلوكيه زي فرط حركه التوحد، لازم كل الناس تشارك في ان هو الطفل يبقى طبيعي. كل الناس، بحرفيا كل الناس. يعني ايه كل الناس؟ يعني دكتور يقيمه ويساعده، ودكتور هنا احنا قصدنا بيه دكتور مخ واعصاب او دكتور وراثه. يعني حتى زماننا دكتور التخاطب ده مش دوره التقييم، دكتور مخ واعصاب او دكتور وراثه يقيم الطفل طبيا لتحديد السبب الطبي للمشكله ووصف العلاج اللازم. رقم 2، دكتور تخاطب او اخصائي تخاطب، دكتور تخاطب او اخصائي تخاطب. يعني يا دكتور، قصدي حضرتك دلوقتي ان دكتور التخاطب ما يغنيش عن دكتور مخ واعصاب 100%. ما ينفعش دكتور تخاطب، انا بشوف برضه دكاتره التخاطب زمايلنا بيكتبوا علاج وادويه للطفل عنده تاخر في الكلام، الكلام ده غير سليم. يتم تقييمه طبيا اولا وياخد العلاج، بعد كده دكتور التخاطب او اخصائي التخاطب بمساعده الدكتور وهو مع الدكتور في صف واحد ان هو يحطه نظام لجلسات التخاطب او تنميه المهارات او تعديل السلوك مناسب لطفلك على حسب حالته. رقم 3، الحضانة بتساعد جلسات التخاطب، بتساعد الدواء، الحضانة خليه يختلط بالأطفال. رقم 4، بابا وماما في البيت واخواته في البيت انهم يشتغلوا مع الطفل ويحسنوا معاه نشاطه الذهني. الناس في الشارع، كل الناس بداية من تيتا وجده وخاله وعمه، والناس في الشارع، كل الناس اللي بتختلط مع الطفل بتدي مهارات وقدرات ذهنية لطفلك. يبقى إذن مفيش مكان واحد هيساعد طفل انه يبقى طبيعي. المركز اللي قلنا لحضراتكم ان انا اوعوا تاخدوا ادويه، والادويه دي سم قاتل وما ينفعش تاخدوها، ولو خدت دواء ما تبقوش معانا، ده مركز فعلا ما تبقوش معاه، ده مركز سيء للغايه. ويعني مش عايز اقول لك انا عندي لسته بكل المراكز السيئه السمعه وسيئه اللي في للاسف بتخلي الطفل نفسه يقعد يتاخر معاها في الاخر بدون نتيجه، والنتيجه ضعيفه جدا. وكل فكر بعض مراكز التخاطب، مش كلها للامان، بعضهم ان لو الطفل راح عند دكتور الدكتور هيقول له لا سيب المركز ده روح المركز الفلاني، فبالبلدي كده الطفل ده هرب منه ما عرفش يستغله، وده طبعا تفكير تجاري غير سليم. المركز الامين واخصائي التخاطب الامين هيقول لحضرتك لو سمحت يا فندم احنا قيمنا طفلك، لو سمحت لازم طفلك يقيمه دكتور عشان يكمل عليكم معاه. لو الاخصائي التخاطب ما لكيش كده، اخصائي التخاطب بس بيمشي عنده، اخصائي التخاطب ده عمره ما هيفيد ابنك. ولو رحت الدكتور والدكتور قال لك انا هديكي دواء ابنك هيبقى احسن واحد في الدنيا، بس ما تدوش جلسات ولا حضانه، يبقى الدكتور ده غير امين، ابعد عنه. لو رحت الحضانه قالت لك لا سيبك من الجلسات وسيبك من الدكاتره، ده كل ده كلام فاضي ومش عارف مين خد ادويه وبتاع وكلام، يبقى الحضانه دي سيئه، ابعد عنها. كل الناس لازم تشارك في علاج طفلك، الدكتور مخ واعصاب وراثة يقيم طفلك ويديله علاج، جلسات التخاطب او اخصائي التخاطب او دكتور التخاطب تحديدا من البرنامج اللازم لطفلك، الحضانه، الاب والام في البيت والاخوات، الجد والجده والخال والعم والناس كلها، حتى الناس اللي في الشارع، كل الناس دي كلها بتشارك ان الطفل يتحسن. لو قدرنا نعمل ده هتلاقي الطفل زي الفل، ما قدرناش نعمل ده يبقى طفلك هينضم لطابور طويل جدا من الناس اللي بتتابع مع مراكز التخاطب من 3-4 سنين، او بتاخد ادويه لوحدها مده 4 سنين، وللاسف بيوصلوا عندنا وهم لسه واقفين في نقطه الصفر. فرجاءً حركي ابنك من نقطة الصفر. نشوفكم على خير. السلام عليكم.